ترى ايه انواع الخيوط المناسبة اللي اقدر اعمل بيها كوفية؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم وفكرة جديدة. دايما لما بنيجي نعمل كوفية احنا بنحتار ايه نوع الخيط المناسب اللي انا اقدر اعمل بيه كوفية. كلامنا النهاردة هيكون حيادي نوعا ما عشان ما نظلمش انواع معينة عن انواع تانية او انواع حتى لسه هتطلع للسوق. بكل بساطة خيوط انا بشتريها مش تبع للنوعية ولكن تبع للشخص. في اشخاص بتحب الخيوط السميكة الضخمة وكتير قوي بيقولوا ان هي مناسبة للتريكو بس مش هتنفع معانا في كروشيه التونسي، ولكن احنا بنكبر حجم الابرة وبنختار الخيط الضخم وبيهون جدا 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 في الشغل وبنكبر دماغنا خالص، او نختار خيط يكون وسط وغرزة مفتحة اعمل احلى شال او احلى كوفية مفتوحة وشكلها حلو، او كوفية مقفولة وتكون انفينيتي سكارف بشغل دائري وتكون خيطها وسط. كل ده حلو وجميل. ايه بقى نوع الخيط المناسب لكل الغرز اللي انا ممكن استخدمها؟ الخيوط الوسط خيوط مميزة جدا للشغل، زي خيوط هيمالايا. خيوط هيمالايا خيوط حلوة قوي ومناسبة جدا للشغل وكانت مكسرة الدنيا فترة وهي انتي بيلينج، ولكن خيط زي خيط قرطبة انا بصراحة ما عجبنيش بالمرة، تعبت جدا فيه ومط مني واضطريت ان انا يعني الكوفية بتاعتي استخدمها يلا وخلاص. الكارديجان كنت حزينة جدا وانا بشتغله لانه فعليا الخيط بتاعه بيمط وعمره الافتراضي مش هيكون طويل. ففي خيوط هي فعليا مزعجة زي خيط قرطبة، خيط اليزا سكرم عملت منه كوفية وكانت زي الزفت فعليا. الخيط اللي في الكوفية الضفاير ده كان بس افضل حاجة ليا ان انا اصغر حجمها حبة بسيطة واستخدم ابرة اكبر من الابرة اللي انا استخدمتها، ولكن الخيط خيط خشن مش مناسب ابدا للستات يعني. ولكن خيوط هيمالايا خيوط بتناسب الجنسين وفوق نفسه الخيط بيبقى ناعم. في خيوط استوكات بتكون تحفة فنية وملهاش اي ليبل او ليها ليبل، ولكن ملمس الخيط بيفرق معاكي جدا. ولو الغرزة بتاعت الكوفية هتكون غرزة مفتحة فانتي ما عندكيش اي مشكلة في ان الخيط يمط منك او لا، لان انتي هتحبي ان انتي تبيني الفراغات الموجودة في الغرزة. كل الخيوط دي انا استخدمتها في الكوفيات، خيط قرطبة خيط سكرم كان اسوأهم فعلا، ولكن الخيوط التانية عادي جدا. اختاري الكوفية لو مش عايزاها تمط اختاري في حاجات تكون فيها اكريليك بنسبة عالية اكتر منها للصوف، نسبة عالية باكتر من 60% او اكتر كمان من 80% اكريليك، والباقي مثلا يكون حاجة تانية زي خيوط الالبكا تكون مثلا قطن على صوف او اكريليك على اي مادة مختلفة، ولكن ما تختاريش اللي هي فيها نسبة اقطان عالية او اللي هي فيها نسبة صوف اعلى، لان هي بتبوظ بسرعة بتمط منك. والدليل الخيط قرطبة ده كان 27% صوف والباقي اكريليك، ولكن ده يعني خيط سيء جدا 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 لانه بيمط بسرعة رهيبة. جربوا معاكم في بطانية وهقول لكم نتيجته في التريكو، ممكن يكون في التريكو افضل منه في الكروشيه او الكروشيه التونسي، لان طبعا التريكو لما بيجي يمط اكيد يعني المطة بتاعته بتكون مقبولة نوعا ما وتكون كلها بالتساوي. ده حاجة بسيطة ايه انواع الخيوط اللي ممكن استخدمها للكوفيات. احسنهم خيط هيمالايا، او هتستخدمي تكون مثلا حاجة هتستخدمي فيها مهير مع حاجة تانية، وده مش بس للكوفيات، لحاجة زي الملابس مثلا تقدر تستخدمي فتلة مهير لو عايزة القطعة دي تدفي، واي فتلة من اي نوع كان مش هتمط معاكي وهتديكي تأثير حلو قوي وهتديكي الملبس اللي هو شبيه بكده، فاهميني؟ بيكون فيه زي فتل كده من فوق وبيكون شكله حلو قوي وبيدفي والقطعة مش بتكون سميكة، فتقدري تختاري خيط رفيع قوي 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 وتدخلي معاه اي فتلة نوع مهير، ده مش هيحصل معاكي اي حاجة فيه وهيكون شكله حلو ولكن هو خارج المألوف شوية. فاحسن خيوط الخيوط اللي هي تكون رفيعة لمتوسطة السمك. الخيوط التخينة نوعا ما مش كله بيفضلها في الكوفيات. وكده اكون خلصت فكرة النهاردة، اشوفكم ان شاء الله في فكرة جديدة. مع السلامة، باي.